مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا وبداية اسبوع موفقة باذن الله تعالى، واللي شاطرك الخدمة ديالو الله يوصلوا على خير، والوليدات اللي غاديين يقراو ياخذوا الاحتياطات اللازمة ديالهم، ونتمنوا للجميع الخير والتيسير يا رب. وبالمناسبة الف مبروك الفريق الرجاء البيضاوي بالتتويج. والسؤال ديالنا اليوم اللي بغينا نعرفوا الآراء ديالكم من خلال التعليقات هو أسباب ارتفاع الطلاق في الآونة الأخيرة. واش المرأة اللي ما بقاش عندها الصبر؟ واش الراجل اللي ما عندوش الصبر؟ واش لأن يعني الظروف باش كيتلاقاو، او يعني في هذه الامور هي اللي كتكون السبب في انهم ما كيتفاهموش، ما كياخذوش واحد الوقت كافي باش يتعرفوا على بعضياتهم، فبالتالي ملي كيدخلوا في مشروع الزواج كتبدا المشاكل، كتبدا يعني كل واحد كابر في واحد البيئه وكل واحد كابر بواحد الطريقه، فبالتالي كتنوض مشاكل، وتا واحد فيهم ما كيقدر يصبر باش يتحمل الاخر واحد المده على ما يكون التفاهم والانسجام، فكتكون النتيجه هي الطلاق. لانه ملي كنعرفوا ان يعني ولاو كيتزوجوا في مده قصيره ديال ربما اشهر، احيانا كتكون اشهر، وكتلقاهم راه في المحاكم، وكتلقى في المحاكم ملفات طلاق يعني مرتفعه بزاف. يعني واش هالشباب ديال اليوم ما بقاش عنده الصبر انه يقدر يحتوي هذا المشكل، يقدر يعطي واحد الوقت حتى ترجع الامور للمجرى ديالها الطبيعي. وبالمناسبة كنتمناو جميع الزيجات النجاح والاستقرار وبالرفاه والبني بإذن الله تعالى. ودائما كنقولوا راه إلا كان المركب غادي راه عرف الصبر على واحد. إذا مشاهدينا شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على التعليقات ديالكم، وحنا كنعطيو يعني مجموعة أسئلة في الصباح، كنعرفوا الآراء ديالكم من خلال التعليقات، ونضربوا لكم موعد عما قليل بإذن الله تعالى. صباحكم بروك، دمتم في أمان الله.